تمنح الحياة الجامعية للطالب بعض الفراغ النسبي، من الطلبة من يستغله في الرياضة، منهم من يستغله في الراحة، ومنهم من يكرسه لفعل الخير ومساعدة المحتاجين. مجموعة دير الخير ونساه الخيرية، والتي كانت نشأتها من وسط أبي منذ ما يقارب الخمس سنوات، لا زالت قبلة للطلبة الراغبين في العمل التطوعي. إحدى نشاطات المجموعة إغاثة المتشردين، وكذلك إحدى أقول يخرج فيها الأعضاء ليلا إلى شوارع العاصمة لتوزيع وجبات ساخنة على من يبيتون في العراء. المزيد في هذا الروبورتاج. تعتبر مجموعة دير الخير ونساه عينة ومثالا للطالب الذي يستغل وقت فراغه في العمل التطوعي. جمعة إغاثة المتشردين هي إحدى النشاطات التطوعية التي تقوم بها المجموعة، والتي يشارك فيها العديد من الأعضاء الذين استطاعوا التوفيق بين الحياة الجامعية وبين العمل التطوعي. مجموعة دير الخير ونساه هي مجموعة نقولوا شبانية، معظم شبابها المنخرطين في هذه المجموعة هما طلاب جامعيين، كما يقول لك كانت في درة خير في قلوبهم، حبوا يوفقوا بين الدراسة وبين حياتهم اليومية. نقدر نقولوا باللي وفقنا لحد بعيد لهذا الشيء، ما نقولوش الدراسة خليناها أبار، بصح قدرنا نوفقوا بين الأشياء. الحمد لله بقينا توجور مواصلين في هذه الأعمال الخيرية، وبقينا محافظين على هذه السيرة، يعني هذه الثقافة الخيرية. وبقات هذه المجموعة يعني خمس سنوات وهي تنشط، وبقوا دائما يعني الانخراط والتوافد تاع الطلاب الجامعيين لهذه المجموعة الخيرية، خاصة هذه الفئة نقدر نقولوا باللي فئة كبيرة راهي تنشط في هذا المجال الخيري، والحمد لله. من تحصلي على شهادة البكالوريا الآن كطالب دكتوراه، يعني كما نقول لك باللغة الفرنسية جو برون دو بليزير مع هذه المجموعة، صراحة لقيت فيها راحتي، لقيت فيها ناس اللي تبادلنا بزاف حاجات، يعني كي نقولوا عالم الخير تلقى فيه جميع، تلقى فيه بزاف حاجات لداخل، تلقى هي صراحة مجموعة ديال الخير ونساه هي عائلة قبل ما كما نقول لك واحد يتفرغ لها كخير. يقوم أعضاء المجموعة بالتحضير لهذه الخرجة في مقرهم الكائن بحي بن عمار بالقبة، حيث وبعد تحضير الوجبة توضع في علب صغيرة تحمل بعدها إلى داخل السيارة، بالإضافة إلى قوارير المياه المعدنية وبعض المقبلات إذا توفرت. لكل حال هذه حملة إغاثة المتشردين هي حملة أسبوعية تقوم بها شباب المجموعة. هذه حملة احنا كما يقول لك تبرعات هي ما بين الأعضاء، يعني كل واحد وش يقدر يجيب وش ما يقدرش. لكل حال هي واحد يطيب واحد يجيب الأمور باش نوفروا هذه الوجبات الساخنة، خاصة في هذا الفصل هدايا، ما نساوش باللي خاوتنا راهم يعانيوا خاصة في هذا الفصل البارد اللي ما يرحمش. لكل حال تبرعات هي ما بيناتنا، ونخرجوا للميدان شوفوا خاوتنا اللي بالك محرومين غطاء كما يقول لك وجبة ساخنة، والفائدة تاعها هذه باش نلموا كما يقول لك الشباب ديالنا باش يمدوا صورة مليحة، وثانية باش نحسوا بخاوتنا اللي بالك احنا رانا عايشين في نعمة وما راهم يعانيوا في صمت، وحنا باش نتفكروهم يا لو كان باش يلقى لهم. وبعد الاستعداد تنطلق السيارة التي تحمل الأعضاء والوجبات الساخنة، ويتم توزيع هذه الوجبات على المحتاجين ممن يبيتون في العراء، عسى أن تخفف عنهم بعض المعاناة وتدفئ أجسادهم التي نال منها البرد القارس. هذا العدس ديت وديت بزاف. معليش معليش خليها تسحقوا كل يزيد الجهد. هذه كوارت وهذه قرعه. صحتك صحتك صحتك. بداية خرجة إغاثة المتشردين تكون من المنازل، أمها حتى على كل الجماعة تكلف الأم بتحضير هذه الخرجة من ناحية الطياب، من ناحية القضيان، من شراء المستلزمات. ثم تعلى وقت تلقى فيه اللي هو دائما يكون مول المغرب حوالي الساعة 6 ساعة ونص هو وقت التحضير. نبداو نحضروا عندنا دي بواط هذو نشروهم، عندنا نشرو معها الياغورت، الماء، الخبز، إضافة إلى وجبة ساخنة. يبقى النشاط أو العمل التطوعي عموما وإغاثة المتشردين خاصة سببا في توليد حس المسؤولية لدى الطالب وتغليب المصلحة العامة على مصلحته الشخصية. هذا الخلق الذي يدفعه للعمل أكثر في سبيل النهوض بمجتمعه.